ازيك يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا في رمضان في البيت على هوم سينما. النهارده تريلر رياكشن او ستيفلر رياكشن جديد هنا لمسلسل من مسلسلات رمضان، وهو اخيرا التريلر الرسمي او الاوفيشال تريلر بتاع مسلسل هجمه مرتده. هو مسلسل بتاع احمد عز من اخراج احمد علاء الديب ومن تاليف باهر دويدار. اتكلمنا قبل كده عن الكاست ليست: احمد عز وهند صبري وهشام سليم، صلاح عبد الله، ماجده زكي، احمد فؤاد سليم، ويوسف عثمان، ومحمد جمعه، محمود البزاوي، نضال الشافعي، ينجي مقدم، في ناس كتيره يعني. الكاست بصراحه محترم يعني. من كام قد ايه، من فتره كده تقريبا، من اسبوع عملنا التيزر رياكشن بتاع مسلسل هجمه مرتده، تمام؟ تقريبا في نفس اليوم او اليوم اللي بعديه على طول نزل الاوفيشال تريلر، فاللي هو يعني مرزق من الاخر يعني. فبصراحه استنيت لحبه حلوين يعني، لحد ما مستني يعني يكون في تيزرز تانية تنزل او تريلر، بحيث ان انا اخدهم بقى كلهم كده، كلهم مره واحده يعني. حلقه نسل الاغراب اللي نزلت من شويه، او الفيديو اللي فات يعني بتاع نسل الاغراب التريلر رياكشن، حرفيا انا كنت لابس لبس تاني، بس انا قمت غيرت عشان كنت هموت يعني من الاخر من الحر. فانا كنت عايز اخدهم كلهم كده مره واحده وان شوت بصراحه، بس ما استحملتش الجاكيت فقمت غيرت، لبست نص كم. بس ان شاء الله هكمل بدايه يعني ان شاء الله، بس بحاول ان انا افصل يعني، عارفين، عشان الناس ما تتلخبطش في الثاب نيلز والكلام ده كله يعني. ما علينا، ايه اللي انا بقوله ده؟ ماشي. معانا النهارده الاوفيشال تريلر بتاع مسلسل هجمه مرتده، وده هيكون ان شاء الله باذن الله اخر حاجه ليها علاقه بهجمه مرتده قبل ما نخش في مسلسلات رمضان التانية، سواء تريلر رياكشنز او سواء ريفيوز، وهنا هندي نسبه الترقب بتاعنا. طبعا كالعاده ما نشوفش التريلر الاوفيشال تريلر ولا مره، هشوفه معاك دلوقتي لاول مره، هجمه مرتده من ملفات المخابرات العامه المصريه لاول مره على هوم سينما. يلا بينا. انت ما بقتش تنفع في الشغلانة دي خلاص يا سيف. سيف العربي قوته وثقته في نفسه. انا ما انهزمتش. سيف ابتدى يتعافى من التجربة ويفتح لنفسه صفحة جديدة. سيف ما كانش عامل عادي. واني في بس اللي احنا عايزينه شخص استثنائي، ومدام جيت لي هنا يبقى لازم تكون انت الشخص ده. احنا المخابرات العامة المصرية عايزينك تشتغلي معنا. اللحظة دي تدريبك مسؤوليتي يا اخي. برضو الادرينالين اللي بتفرزه الشغلانة دي في جسمك حاجه غريبه جدا. واحد خسر كل فلوسه في العراق ورجع لهم بيد ورا وايد قدام. مش انتوا يا جماعه مش عارفين تحلوا الصراع العربي الاسرائيلي بقالكم سنين؟ احنا هو حليناه. سيف العربي لسه بتحبيه؟ لا، انت كنت هتكشف الجهاز بحاله. الاخوان لازم يحكموا المنطقه دي كلها. في هجوم بيتم على سجن وادي النطرون. الناس دي ما ينفعش تتساب. انا معاك بقلبي ومعاهم عقلي. انا بقالي 8 سنين مع رفعت بيه، عمري ما اعتذرت له على العمليه. كيفك يا سيف؟ بدي صور من جوه السجن. انا مش شايف غيرك بصلح لهذه المهمه. ما عرفتش اجيب لحضرتك المعلومات. احنا جهاز محترم ودي فرصتك الاخيره. احنا مشكلتنا ان احنا بنحب شغلنا اكتر منها. لا حلو بصراحه، حلو، وانا عجبني عجبني التريلر يعني. تريلر محترم بصراحة ومعمول حلو برضو إخراجيا. لا بصراحة أنا عندي يعني السنة دي بصراحة في رمضان عاملين صناع الأعمال يعني في مسلسلات رمضان السنة دي عاملين شغل كويس قوي 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 يعني إخراجيا بالذات يعني. هو يعني مثلا المسلسل ده هيبقى فيه تمثيل يعني، المسلسل ده هيبقى فيه performance حلو، أنا شايف من وجهة نظري أحسن بكتير من نسل الاغراب يعني. انا نسل الاغراب كبرودكشن ديزاين بصراحه وكدايركتنج هيبقى حلو، لكن كبرفورمانس يعني مش حاسه هيبقى قد كده، بس ده كبرفورمانس هيبقى حلو يعني. شايف ان الاداءات في المسلسل ده هتبقى حلوه، مبسوط قوي ان ماجده زكي موجوده برضو في المسلسل ده، وصلاح عبد الله كاست كويس يعني، الكاست عجبني يعني. نسبة ترقبي للمسلسل هجمة مرتدة هي نسبته 8.5/10. برضو مش هقول لكم هتفرج عليه ولا لا، بس انا ده يعني خلي بالكم عايز اقول لكم على حاجة عشان برضو تبقوا عارفين، مش معنى كده ان عطيت نسبة ترقب عالية واتفرج عليه، خلي بالكم برضو عشان دي نقطة عايز اوضحها لكم، مش معنى ان عطيته نسبة ترقب عالية ان انا هتفرج عليه. نسبه ترقب على التريلر سوري نسبه ترقب على المسلسل
اللي هيجي في رمضان كتصوير كتمثيل كإخراج ككل حاجة. تمام، بس ثانية واحدة، ممكن أنا هقول مثلا يعني نسبة ترقبي لي كذا 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 9/10 وتفاجئوا إن أنا ما اتفرجتش عليه أو مش هتفرج عليه، اللي هو طب إزاي أنت مديله نسبة ترقب عالية وفي الآخر أنت مش هتتفرج عليه لو أنت بتشتغلنا ولا إيه؟ لا مش بشتغلكوا، لأن لو خدتوا بالكوا السنة دي في رمضان، السنة دي من أكتر السنين إن المسلسلات حرفين جامدة جدا، وأنا معرفش حرفيا هتفرج على كام مسلسل. خلي بالكوا يعني في يعني احتمال كبير جدا، أنا بس مستني حاجة كده، في حاجة كده في دماغي مفروض هتحصل. تمام، ف يعني اللي هيكون من عليها هيترتب بقى مسلسلات رمضان. لو الحاجة في دماغي دي حصلت أخرنا السنة دي، أخرنا حرفيا 5-6 مسلسلات. لكن لو اللي في دماغي في حاجة كده مفروض تحصل، اللي في دماغي لو ما حصلتش حرفيا ممكن نتفرج مثلا من 10-12 مسلسل حرفيا يعني بدون مبالغة. فما عرفش لسه، فبرضو عشان هختار ممكن يكون الأحسن أو الأفضل يعني، فلسه برضو ما عرفش. بس أنا ده يعني المسلسل ده أنا دايس فيه بصراحة، عشان أكون صريح معاكو، المسلسل ده شكله حلو ومتكلف، وأنا بصراحة أحترم يعني أو أحترم الحاجات اللي معمولة كويس يعني، بالذات في مسلسلات رمضان، خصوصا المسلسلات رمضان السنين اللي فاتت دي بتتعامل بكرواتة جامدة في كل حاجة، عشان اللي هو عارفين بقى موسم رمضان نازل، فهوب يلا عايزين نخلص نعمل أي حاجة، عارف أنت سمك لمن تمر هندي، تمثيل أي حاجة، إخراج أي حاجة، سكريبت أي حاجة، يلا عشان نلحق الموسم بتاع رمضان. فلا المسلسل بصراحة متكلف ومعمول كويس، هو والاختيار نسل الأغراب برضو معمول كويس على فكرة، بس أنا من التريلر كبرفورمانس مش عاجبني، ممكن من المسلسل الله الله أعلم ممكن يعجبني يعني. بس أنا أحمد السقا طلع عمل كده 3 مرات، ده بصراحة افتكرت حمدي الوزيري. ما علينا، ده كان التريلر بتاعنا النهاردة، تريلر اكشن بتاع هجمة مرتدة، الإعلان الرسمي خلاص بنسبة الترقب بتاعته. إن شاء الله بإذن الله في فيديوهات تانية لسه نازلة بعد ده، سواء تيزرز أو تريلر بقى لمسلسلات رمضان. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، ان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، ما تنسوش برضو تعملوا سبسكرايب للشانل التانية اللي اسمها هوم الون، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن، ولو حابين تعملوا لي فولو لايك على فيسبوك وتويتر وانستغرام برضو هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. وباي باي.